الضابط النغيب كان بيقول له انه احنا المتاريس اشتغلوا شغلكم وفكوا بنبانكم واحنا بنترس الشارع. الزول ده هسه حاليا مات، اتوفى حاليا وليد عبد الرحمن اتوفى، وتوفى ب... الزول ده ضرب واسق الناصر حاليا في شارع المزاد، الضرب بطلقة مباشرة توفى. احتمال ناس كتار هنا اللي انا ما بيعرف وليد عبد الرحمن ده شنو، لكن انا عشان اذكركم وليد عبد الرحمن ده زول جابوه بيتكلم اول امبارح عن ازالة المتاريس، وبيتكلم مع الضابط قال له انتوا اشتغلوا شغلكم وفكوا بمبانكم. الزول الولد اللي كان لابس كمامة في وشه، وليد عبد الرحمن الولد اللي كان لابس كمامة في وشه اللي جايبينه اول امبارح ومنزلينه في السوشيال ميديا، والناس كلها كان بتعلق عليه بتقول له تسلم يا راجل يا كلس. وليد عبد الرحمن الليله توفى صباح اليوم بضربه قناص زول ضاربه. يا اخي دين ما عندهم دين يا اخي، احرق دين ودين اليوم الرباني معاهم ذاته يا اخي. وليد عبد الرحمن ده معانا احنا من بدايه المواكب، وليد عبد الرحمن معانا من بداية المواكب من يوم 18، الزول ده كان معانا في الأرض. والله العظيم لحد امبارح أنا بتكلم معاه على أكمل وجهه بيقول لي إنه إحنا واقفين في الشارع وإنه إحنا مطالب إخواننا حنكون واقفين فيها وما حنتنازل عن حق إخواننا الشهداء. ما توقعناه إنه الليلة يكون واقع شهيد، ما توقعناه إنه الليلة يكون واقف شهيد ومشي لحق إخوانه. الزور اللي كان لابس الفنيله بتاعت برشلونه ده هو الزور اللي ضربوه وهو الزور اللي قتلوه الليله وصباح اليوم. تبع الناس كنت انا الزور ده ما بتعرفه انا بالنسبه لي شنو، الزور ده انا بالنسبه لي زول